لكل هلالي وهلالية، إن كان من سكان جدة أو حتى العزيزية. اليوم بلا شك تعلمون تماما بأن الهلال يخوض هذا اللقاء تحت ظروف غاية في الصعوبة، لكنه الإعجاز عندما يكون حاضرا هنا في أرضية الملعب بإحدى عشر لاعبا وثلاث لاعبين على دكة البدلاء. نعم، هي الظروف، هي كورونا، لكن في النهاية هو الله قدر الله وما شاء فعل. وأقول لكل هلالي غير متفائل، ربما حزين، ربما لديه بعض الشك والريبة، ربما دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. إي والله، ما في شيء دائم، ولن يبقى لاعب من لاعبي الهلال على طول مصاب بفيروس كورونا، بل الكل بحول الله سيعود يوما ما وفي القريب العاجل. لكنني في هذه المباراة لن أقول بأن الهلال يتأثر بنقص، لأن من يعامل الهلال بذلك لا يوفي الهلال حقه. الهلال برجاله، الهلال بأكيانه، والهلال بمن حضر. مباراة مشاهدين الكرام ضمن المجموعة الثانية تصدرها الهلال. عبرة، اي والله، الهلال لو راح بعيد في اللاسوية. انا راجع. تبي تعال يا هلال، تبي تعال، انا ما اقدر اجيك لفوق، اخلي مساحات، انا ما فيني شدتك يا هلال، لكن تبيني تعال، تعال، وانا جيت، وانا جيت. لكن هذه الكرة التي تبعد الان تصل مرة اخرى، تلعب الكرة الأمامية، سلام الجحفلي، تدخل الموجود، لمسة يد، لمسة يد، هذا محمد غازي يعني معصب على قرار حكم اللقاء. معصب على حكم اللقاء غازي، يقول له ايش فيك، ايش بلاك. هنا الكرة الأمامية، شوف خلف الكرة كان في موقف تسلل على فكرة. غازي هو يفكر أنه خطأ أو لمسة يد، لكنك أنت كنت في موقف تسلل يا غازي. كرة تلعب أمامية، هذا هيون، تدخل على هيون، وأعتقد أنه لا، يعني ممكن تروح إلى بطاقة صفراء، مش ناقصين إحنا، مش ناقصين يا أحمد يا فيصل. نعم، بطاقة صفراء تظهر الآن بعد سقوط جانغ هيون سو، صاحب 28 سنة، لاعب الكوري الجنوبي. مين يعوض؟ هذا وين رايح أنت؟ وين رايح؟ هو يعني لكنه من الأسماء التي كانت تنتظر خلف المنطقة. هذا هتان بهبري، هتان، هتان، وين رايح يا هتان؟ هتان يسدد، هتان، لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. رغم كل شيء في 25 دقيقة، لكن تحس أنه الهلال أقرب للتسجيل. عند الكرة ينقلها أمامية، لكن ما دل العليان، وصلت إلى الكنيدري، الكنيدري ناحية كاريلو، كاريلو يتقدم الآن في الجهة اليسرى. هذا اللاعب المميز للغاية، وعدى وراح ومرر وخذوا هات، لكنها التاء. الكنيدري، عليك أن تلعب، عليك أن تلعب عن اثنين من خلال هذه المباراة. الكرة الأمامية مطالبة بشيء، تحولت في الجهة اليسرى، لا زالت خطيرة لشار خودرو، محاولة هنا، الكرة التي تلعب، مرت كرة غاية في الخطورة وبعدت في اللحظة الأخيرة. لكن الكنيدري الولد هذا يعني شوي ما تحس لاسيوية، موضوع لاسيوية شوي مثر على الولد. لكن لا، العب 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 العب، معليش العب. وفي ثلاث اسماء موجودة في دكة البدلاء، راح اقول لك، وفي ولد عارف وين يلعب، مو مستعجل، ما عنده اي مشكلة. عليك ان تعرف الهدف الموجود
واللي تلعب من أجله في المباراة. هنا لدينا أمير كردي إعادة خطيرة للهلال، لكنها بعد ذلك مرت إلى خارج أرضية الملعب. فرشاد يبعدها إلى خارج أرضية الملعب، لكن برافو تمريرة البيشي إلى أمير كردي الذي يتقدم بصورة ممتازة. وبعد ذلك كانت العرضية الحاضرة أبعدت من فرشاد إلى خارج أرضية الملعب. لدينا ركلة زاوية، هنا لدينا البيشي يمرر في وسط الملعب. هتان بهبري عند الكرة، هتان لكاريلو، تصل إلى الكنيدري، حرك يا كنيدري، كرة في الجهة اليسرى، يحاول الولد معاك مد الله، وصلت إلى مد الله العليان، مد الله العليان، سدد يا ولد، يسدد الله على الكرة. نعم هي التهديد الأول، الكرة الأولى على مرمى فريق الإيراني شهر خودرو، لكنها إلى خارج أرضيتنا، لكنها تبقى محاولة، وخليني أقول هي تسديدة الأولى، المحاولة الأولى على المرمى من كلا الفريقين عند الدقيقة 44 من عمر شوط المباراة الأول. على مستوى الحديث ما في، يعني مهما تغيرت الأسماء يبقى الاسم ثابت وهو الهلال. كرة لدينا في وسط الملعب، الكرة الموجودة الأمامية، أندريه يمرر خطيرة، هتان الله، هي الخطيرة، هي الخطيرة، هي يا بيشي، هي الخطيرة يا بيشي. هتان بهبري بعد تمريرة كاريو، شوف الكرة الماضية وصلت من ناصر، وناصر مررها لأندريه، وأندريه مررها لهتان، وهتان ناظر ومررها للبيشي، لكنها بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. أخطر مجريات أحداث شوط اللقاء الأول، الكرة تلعب من حارس المرمى محمد جافيد، وبذلك يعلن أحمد فيصل نهاية أحداث شوط. محمد رضا خلعت بري في الخط المقدمة، وأخرج حسين مهربان اللاعب رقم 11 من صفوفي على أحداث شوط اللقاء الأول. لكن شوفه متروك غريب الأمر، متروك العتبري، الكرة التي تلعب خطيرة إلى خارج أرضية الملعب. لا تركيز مطلوب، التركيز مطلوب، ونسوا العتبري، شوف ما كان حد معاه، ولذلك كانت الخطورة موجودة من خلال الكرة الماضية، الكرة التي لعبت، ولكن يعني كان يتقدموا بشكل ممتاز، أصبحت لديهم الجرأة، أصبح لديهم التحرك، وهو من الفرق اللي يجيد عمليات التمرير. الكرة العالية الملعوبة هذه خطيرة، لكن في النهاية أبعدت، هذا المعيوف يبعدها مع مد الله، يمرر بامتياز لكنيدري، للفدور يا ولد، عندك الكرة تصل إلى أندريه كاريلو في وسط الملعب، معاه هتان، يفضل مين، يبحث عن أحد أن يكون في العمق، تعود إلى هتان إلى كاريلو، كاريلو ينقلها في الجهة اليسرى، مد الله العليان، يحاول كاريلو للفدور، كاريلو إلى هتان القرار، الله 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 الله، على كرة كادة أن يسجل من خلالها هتان باهبري في الكرة الماضية، لكن التصدي كان من حارس المرمى محمد جافيد كيا. هذا ما قلت بأنني أشعر بهتان، والقرار إذا ما اتخذ هتان.